هذا الطالب يقول أنا طالب وأحيانا أهم بعمل شيء وأتردد في قولي لا تفعل هذا، هذا من الرياء. وإذا طلب أحد العلم لأجل الشهرة ولأجل أن يقال عالم فماذا عليه؟ أرجو التوجيه. اتركوا الوساوس، اطلبوا العلم وافعلوا الخير، اتركوا الوساوس. يجيكم الشيطان يقول لك لا تعمل هذا لئلا تتهم بالرياء، لا تتصدق لئلا تتهم بالنفاق، لا، هذا كله من الشيطان وساوس. أقدموا على العمل الصالح وتوكلوا على الله وأخلصوا النية لله عز وجل. نعم.